جالي واحد مرة قال لي أنا ملحد ومش مؤمن بوجود ربنا، لكن أنا طيب جدا وكويس وبتطوع في الجمعيات الخيرية وبتبرع للفقراء، هل أنا لو مت أدخل النار؟ هو ده العدل بتاعكم لمجرد أني مش مؤمن بوجود الله أدخل النار؟ قلت له طيب نفترض أن في شركة كبيرة فيها موظفين كتير، منهم موظف طيب جدا مع زملائه، بيساعدهم ويسلفهم فلوس وبيجيب معاه الشغل كل يوم أكل وحلويات ويوزع عليهم، لكن علاقته بصاحب الشركة سيئة جدا، لا بيقرأ تعليماته ولا بينفذها ولا بيقوم بالمطلوب منه، ولما زملائه بينصحوه بإصلاح علاقته بصاحب الشركة وتنفيذ واجباته في العمل لأنه بيقبضوا مرتبه وبيديله اللي هو بيحتاجه، يقول لهم صاحب الشركة نفسه مش موجود، وفي وجود صاحب الشركة يقف يقول في وسط الشركة الشركة دي ملهاش صاحب، كل ده صاحب الشركة صابر عليه ومش راضي يرفضه وبيدفع له مرتبه لغاية مهلة معينة، بعد كده بيعاقبه وبيطرده. ازاي نقيم اداء هذا الموظف؟ نقدر نقول عليه موظف كويس؟ هو كويس مع زملائه لكن مش مع البوس، مش مع صاحب الشركة. واحد كويس وطيب مع الناس لكن سيء الخلق مع الله سبحانه وتعالى، لا بيشكر ربنا على صحة ولا على مال ولا على عقل ولا على أي نعمة، بل لا يعترف بوجود لا أصلا. ده بيعتبر نفسه كويس لكن هل هو فعلا كويس؟ ربنا بيمهله ومش بيعاقبه وبيسيبه في كل لحظة في عمره يمكن يرجع ويداله عقل يستطيع يفكر ويصل لوجود الله. الحاجة التانية هي أن الملحد حسب كلامه أنه بيعمل كل الأعمال الصالحة دي من تطوع وتبرع، لا رغبة في جنة ولا خوفا من نار. خلاص هو متضايق ليه بقى؟ المفروض يفرح ان هو مش هيدخل الجنة وهيدخل النار، مش هو فعلا بيعمل كده من اجل البشرية؟ ربنا يحقق له امنيته، هو متضايق ليه؟ طيب وبالنسبة للي عبد آلهة اخرى غير الله او على دين اخر، ربنا مش هيظلم حد، فليدعوا شركاءهم من دون الله يدخلوهم الجنة لو يقدر، وقيل لهم اينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون، وربنا بيقول لهم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ولكن يوم القيامة ربنا بيفصل بيننا. السؤال بقى، الملحد بيلقي السؤال ده على المؤمن ليه؟ حاجتين، اما لإحراجه مش لانه خايف من النار ولا هو متضايق لانه مش هيخش الجنة لانه اصلا لا مؤمن بالجنة ولا بالنار، او لانه متشكك في الإلحاد وبيحاول محاولة أخيرة انه يجد لنفسه مخرج يوم القيامة لو طلع في يوم قيامة وبعث وحساب فعلا. وخلوني أقول لكم ليه، إيه اللي يخلي الملحد يشك في إلحاده؟ فلسفيا الله سبحانه وتعالى إما واجب الوجود زي ما احنا بنؤمن، أو ممكن الوجود يعني ممكن يكون موجود أو ما يكونش موجود، ده اسمه إيمان المتشككين أو الأجنوستكس. والحل الثالث هو أن يكون مستحيل الوجود، وده إيمان الملحدين أنه مستحيل وجوده. قل لأي ملحد اثبت لي ان الله مستحيل الوجود، لا يستطيع. في احسن الاحوال بالنسبه له اكتر حاجه يقدر يثبتها هو ان الله ممكن الوجود، ممكن يكون موجود وممكن لا. اذن الملحد اللي بينكر وجود ربنا هو بيؤمن بما لا يستطيع اثباته، بالتالي هو بيكابر بغرور ويقول ان الله مش موجود وهو لا يستطيع اثبات ان الله مستحيل الوجود، فبينفي وجود الله نفيا قطعيا وهو لا يستطيع إثبات ذلك. بالتالي لما يسأل هو أنا هدخل النار، فهو فعلا خايف من جواه لأنه يشعر أن في احتمال ولا 1% ولا 1% أن يكون في فعلا نار وفي جنة. وشوف القرآن فاهم إزاي نفسيتهم، وأن هم عارفين أن ربنا موجود لكن بيكبروا ومغرورين. القرآن بيقول بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. بص على الملحدين هما بيتكلموا، أنا بتكلم عن عتات الملحدين، الناس اللي بيدعوا الناس للإلحاد، هتجدهم في منتهى الغرور وكأنهم ملمين بكل علوم وأسرار الكون، وفي حقيقة الأمر ده علشان يداروا على تشككهم وعدم قدرتهم على إثبات الإلحاد. والقضية بالنسبة للملحدين مش مشكلة فهم، وإنما هي عقدة نفسية من الدين، والقرآن أيضا فاهم ذلك. اسمعوا الملحدين في النار بيقولوا إيه، بيكلموا مالك خازن النار الملك المسؤول عن النار، بيقولوا ونادوا
يا مالك ليقضي علينا ربك، خلي ربك يقضي علينا، عايزين نموت مش قادرين نتحمل. قال إنكم ماكثون، تعادين، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. ما قالش لم تفهمون. إذن القضية نفسية وليست عدم فهم، إما بسبب تقديم الدين، الدين اتقدم غلط للناس، أو للهروب من تكاليف الدين والفرائض والنواهي، أو محاولة للفت الأنظار، ودي حالات كتيرة جدا موجودة لهذا الشكل، ناس عايزة تلفت الأنظار. ربنا يثبتنا على الإيمان ويهدي الناس جميعا ويهدينا.